السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم باشمهندس محمد منهراوي في شرح محتوى خرسانة ربع مدني اللي هو الووتر تانك. المحتوى ده تم مراجعته بواسطة الدكتور نادر عبد الخالق، هو ده فيديو للناس كلها وخاصة هندسة 15 مايو. هتلقى إن شاء الله المحتوى كامل في صورة PDF كسوفت موجود أسفل الشاشة أو أسفل الفيديو. طيب، بالنسبة للمحتوى بتاعنا، أول حاجة هنقول الانترودكشن، المقدمة بتاعتنا كتعريف للخزان أو كتعريف للووتر تانك. الووتر تانكس أو خزانات المية، طبعا يا شباب هي عبارة عن محتوى، يعني الووتر تانكس ديت هي عبارة عن ووتر تانك. التانك ده هو عبارة عن حاوي. حاوي ايه بقى؟ ممكن يكون حاوي المية، ممكن يكون حاوي مثلا للسوائل الاخرى، ممكن يكون حاوي مثلا لبنزين، ممكن يكون حاوي لحاجات كتيرة. بس احنا في الكورس بتاعنا ده هنختص بالجزء بتاع المية، خلاص. فهي عبارة عن ارضيات وحوائط خرسانية حاوية لحجم معين من المية، زي ما هنشوف مع بعض ان شاء الله في باقي الفيديوهات اللي جايه. طيب، انواع الخزانات، طيب اوف تانك، انا ممكن اصنف انواع الخزانات طبقا لحاجات كتير. ممكن السؤال يجي في الامتحان النظري يقول لك واتس ذا تايب اوف تانك، ما هي انواع الخزانات؟ هتقول له والله يا مش والله يا دكتور ان انا عندي انواع الخزانات. هي اول حاجه ان انا ممكن اصنف الخزانات ديت اكوردنج تو، بناء على البوزيشن، على حسب الموقع بالنسبه للارض. يعني ممكن خزان يكون عندي elevated tank. يعني ايه خزان elevated tank؟ يعني خزان عالي على سطح الارض. خزان عالي على سطح الارض زي ما انتم شايفين عندكم اهو، ده خزان عالي على سطح الارض ومتشال على مجموعة من الاعمدة، والجزء اللي موجود معايا في الاسفل ده هو عبارة عن الارضية بتاعتنا. طيب، بعد كده ممكن يكون عندي خزان حاجة اسمها rested in ground، خزان مرتكز على سطح الارض. ده طبعا يعني هنتعرض ليه على في المنهج، وان شاء الله نشرحه باستفاضه مع بعض ان شاء الله تعالى. وشكل الخزان موجود معايا بالشكل ده. اخر نوع معايا هو خزان عباره عن الاندر جراوند، الخزان اللي موجود في الاسفل، موجود اسفل سطح الارض. ده عباره مثلا عن الخزانات الحاويه مثلا لتانكات البنزين، التانكات الحاويه مثلا للمواد الصرف الصحي، واكتر من ذلك. طيب، ممكن اصنف الخزانات تانية يا باشمهندسين اكوردنج تو ايه؟ اكوردنج تو شيب، على حسب الشكل. يعني انا عندي الخزانات ديت ممكن اصنفها على حسب الشكل، فيبقى اول شكل معايا اللي هو ريكتانجولر. الريكتانجولر ده شكل الخزان برضو بيبقى موجود معايا بالشكل كده، مستطيل. طب ينفع يكون مربع؟ اه، لان المربع برضو حاله من حالات المستطيل، او المستطيل حاله من حالات المربع. يعني الخزان ده اول حاجه ممكن يجي لك في الامتحان شكل الخزان عباره عن مربع او مستطيل. تاني حاجة، وعبارة عن الخزان اللي هو الاوبن اتشانل، خزان اللي هو عبارة عن اوبن اتشانل، هو برضه خزان مفتوح من الجنبين، زي ما الدكتور وضح لك باستفاضة هنا في الجزئية ديت. ان هو مثلا بيبقى فيه عندي محتوى، او بيبقى فيه عندي مثلا مية، عايز انقل المحتوى بتاع المية من جانب لجانب اخر. طيب، بعد كده عندي حاجه اسمها السيركولر، الخزان اللي هو سيركولر. خزان السيركولر ده هو خزان دائري، وشكل الخزان موجود معايا بالشكل ده. خزان موجود معايا بالشكل ده، عباره عن خزان دائري ومشتغل على برضه مجموعه من الاعمده، وان شاء الله مع بعض هنشرح الحاجات دي باستفاضه. طيب، الشكل مفيش يعني حاجه غير الخزانات اللي موجوده معايا في الشكل ده. لا، في ممكن يكون في شكل ثماني، ممكن في شكل مثلا اكتر من كده، او اشكال اللي مثلا بتشوفها على النت. ففي اشكال اخرى، هناك اشكال اخرى من الخزانات مثل الثماني وغيره، يتم التعامل معها باستخدام برامج التحليل الانشائي. تمام، طريقة الالتيميت احنا اشتغلنا مع بعض ان هي طريقة كانت بتمسك الاحمال بتضعفها، او بتضرب في فاكتور، في احمال الديد لود بتضرب في فاكتور، او احمال اللايف لود بتضرب في فاكتور، خلاص. في طريقة الوركينج ان احنا ناخد الاحمال كما هي. طب طريقة الوركينج بتعمل ايه؟ بتمسك المعاملات اللي انا استخدمتها في طريقة الالتيميت اللي هي الاف سي يو والاف يلد، او اللي هي الكومبريسيف سترينث والالتيميت سترينث بتاع الحديد، والاف سي يو دي بتاعت الخرسانه زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. بتمسكهم طريقه الوركينج وبتبتدي تقللهم، خلاص. في طريقه الالتيميت ان احنا ممكن بيبقى
مجازا مع بعض كده احنا بنقول الابعاد اقل والتسليح اكبر نوعا ما، في طريقه الوركينج الابعاد اكبر والتسليح اقل نوعا ما. طيب انا هقول لك، هنفترض مع بعض ان انا مثلا لو عندي مكعب موجود معايا بالشكل كده، خلاص. طيب والمكعب اللي موجود ده معايا يا شباب، المكعب اللي موجود معايا ده نفترض ان المقاومه بتاعه الضغط بتاعته هي المكعب ده 250 كيلو جرام على سنتيمتر مربع، 250 كيلو جرام على سنتيمتر مربع. والحمل اللي موجود معايا ده هو مقداره مثلا 200 كيلو جرام على سنتيمتر مربع، 200 كيلو جرام على سنتيمتر مربع. طيب انا المكعب ده لو انا شغال في طريقه الالتيميت هيشيله. ليه بقى؟ لان انا عندي بقول لك انا معايا مكعب يقدر يتحمل 250 كيلو جرام على سنتيمتر مربع. نفترض مثلا مكعب مجازا ده عباره مع بعض اللي هو عباره عن سنتي في سنتي. طيب والسنتي في سنتي ده من الخرسانه ده بيشيل 250 كيلو جرام، انا شيلته ب 200، هيقدر يشيل؟ اه هيقدر يشيل. انا بقى في طريقه الوركينج بقول ايه بقى؟ بقول ان انا المكعب ده بتاعي افترض مجازا ان هو مش بيشيل 250، افترض مثلا ان هو بيشيل 100. طيب مكعب عندك بيشيل 100 وشال 200 كيلو جرام، هيقدر يشيلهم؟ لا طبعا ما يقدرش. مكعب 100 وجعل عليه حمل 200 كيلو جرام، هيقدر يشيلهم؟ لا مش هيقدر يشيلهم. فاضطر ان انا اعمل ايه؟ ان انا اكبر الدايمنشن، ان انا اكبر الابعاد بتاعتي معايا. هي دي الفكره اللي بتسلكها طريقه الوركينج، ان انا بمسك باخد الفاكتور معايا في الماتيريال. تمام يا شباب. بعد ان انا الاف يلد ده بقسمها على الكام؟ على الاثنين. طيب يا شباب احنا خلصنا كده المقارنه ما بين طريقه الوركينج والالتيميت، وده وارد ان هو يجي برضه معانا سؤال نظري. طيب لو هعمل مقارنه ما بين الاستريس سترين كيرف لو انا شغال في الستيل، لو انا شغال في الستيل في طريقه الالتيميت كنت بقول ان انا هشتغل معايا على حاجه اسمها الاف ايه؟ الاف يلد. انا هشتغل معايا على حاجه اسمها الاف يلد اللي هو كان الحديد بيوصل معايا للاف يلد عند قيمه بتساوي 0.025. لا في طريقه الوركينج بقى قال لك لا، ده انا هشتغل معايا على حاجه اسمها الاف اس، اشتغل معايا على حاجه اسمها الاف اس اللي احنا قلنا تقريبا اللي هي عباره عن الاف يلد على الاثنين، والقيم الاف اس ده او سواء قيمه الاف سي دي ان شاء الله هنجيبها من التشارت، وهنعرف مع بعض الصفحات بتاع التشارت. طب وانا شغال خرسانه قلنا كن اقصى قيمه للخرسانه مقاومه الضغط بتاعتها اللي هي الاف سي يو اللي كانت عند اقصى انفعال بيقابلها في الخرسانه اللي هو بينت او او 3. طيب قيمه الاف سي، الاف سي ديت اللي هي برضه مقاومه الضغط للخرسانه بس في طريقه الوركينج زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. طيب الاف سي يو ديت هي عباره عن الالتيميت كومبريسيف ستيرنس فور كونكريت. التعريفات دي مهمه ودقيقه. اف سي يو وانا شغال التيميت. طيب الاف يلد طبعا وانا شغال التيميت بس في حاله اليلدنج ستريس، يبقى هي عباره عن التيميت يلدنج ستريس فور ستيل. تمام. بعد كده عندي حاجه اسمها الاف سي اللي هي الوركينج كومبريسيف ستريس فور كونكريت، وبعد كده عندي حاجه اسمها الاف اس اللي هي الوركينج ييلدنج ستريس فور ستيل. يا شباب قال لك القيم ديت زي ما احنا اتفقنا مع بعض ان سواء قيمه الاف اس او قيمه الاف سي ان شاء الله مع بعض هنجيبها من التشارت. تمام. طيب يا شباب هفكرك مع بعض مراجعه سريعه ان احنا كنا ازاي بنصمم السكاشن ديزاين اوف سكشن. طيب لو انا شغال التيميت كنت بقول مثلا لو انا عايز اصمم عمود او كولم عليه كومبريشن فقط نورمال فورس كومبريشن، كنت بقول ايه بقى؟ كنت بقول ان الاف ال بي التيميت بتساوي 0.35 الاف سي يو في الاريا كونكريت زائد 0.67 الاف يلد في الاريا ستيل. ده معادلة العمود الشهيرة في طريقة في طريقة الالتيميت. طيب بعد كده كنت بقول وانا شغال نورمال فورس تنشن، لو انا شغال تاي كنت بقول ان الاريا ستيل هي عبارة عن تي التيميت على اف يلد على الجاما اس. طب لو كان عمود عليه مومنت فقط، سواء كان بقى اتفقنا ان المومنت فقط ده ممكن يكون بلاطه او ممكن يكون مثلا كاميرا، فكنت بقول لو شغال بالسي 1 جي كنت بقول ان الدي بتساوي السي 1 في جذر الام التيميت على اف سي يو في البي. طيب الدي دي بالايه؟ بالملي.
والام التيميت احنا نشتغلها مع بعض هنا في السنه دي زي ما الدكتور طلب بالكيلو نيوتن متر، يبقى الاف سي يو ديت بتساوي مثلا 25 30 نيوتن على الملي متر مربع اللي بتساوي ميجا باسكال، والبي بالملي متر علشان اجيب السي ومنها راح اجيب الجي، واقول ان الاريا ستيل بتساوي الام التيميت على الاف يلد في الجي في الدي. طيب لو القطاع بتاع ده اكسنتريك سيكشن، يعني ايه اكسنتريك سيكشن؟ يعني القطاع ده عليه مثلا قوه ومومنت. طب لو اكسنتريك سيكشن القطاع ده كومبريشن، كنت انا بشوف هل هو سمول اكسنتريك او هل هو بيج اكسنتريك. طب لو هو سمول اكسنتريك كنت بقول ان الاي، كنت بروح اجيب الاي اللي عباره عن الام التيميت على البي التيميت. فلو الاي ديت طلع قسمتها على التي وطلعت اقل من النص، يبقى القطاع ده بتاع سمول اكسنتريك. بعد كده كنت بروح اجيب الدي اللي هي عباره عن السي 1 في جذر الام التيميت على اف سي يو في البي، وبعد كده بروح اجيب التي اللي هو الدبس اللي هو عباره عن الدي زائد الكفر. كنت بستخدم معانا هنا عباره عن انتر اكشن دايجرام. انا بقول لك يا شباب هو عباره عن سمول اكسنتريك، يعني انا معايا عمود، انا معايا عمود تكاد ان تكون القوه قريبه جدا من السنتر لاين بتاعه، فلذلك انا بصممه كعمود، يعني كعنصر عليه بي التيميت ومومنت صغير جدا. فبستخدم معايا الانتراكشن دايجرام، كنت بخش على الانتراكشن دايجرام زي ما انتم شايفين كده بالكي والكي في الاي على التي، وطبعا هنعرف الشرطات ديت صفحات كام موجوده معانا في الكتاب. بعد كده هنقول ان كنت بروح اجيب الميو نسبه التسليح اللي هي عباره عن الرو في الاف سي يو في 10 اس ماينس 5، وبعد كده بروح اجيب الارياستيل اللي هي قيمه الميو اللي انا جبتها في البي في التي، وبعد كده بروح اجيب الارياستيل داش اللي هو حديد الضغط اللي هو عباره عن الرو في الارياستيل. واتفقنا مع بعض ان الرو ديت انت بتساوي صفر، قلنا مثلا في البلاطه اللي هي السوليد سلاب كسؤال انترفيو. طيب بعد كده حاجه عندي حاجه اسمها البيج اكسنتريك. البيج اكسنتريك اللي هو عباره عن الاي على التي، ده بيكون اكبر من النص في البيج اكسنتريك. طيب بعد كده بروح اجيب استخدم طريقه ال ام اس تقريبا ميثود، فبقول ان الاريا الاي اس اللي هي مسافه الاكسنتريستي اللي هي عباره عن الاي زائد التي على الاثنين ناقص الايه؟ ناقص الكفر. بعد كده بروح اجيب الام اس اللي هي عباره عن البي التيميت في الاي اس، وبعد كده بروح اجيب الدي اللي هي عباره عن السي في جذر الام اس على الاف سي يو في البي. جبت السي راح اجيب الجي واقول ان الاريا ستيل هي عباره عن قيمه المومنت اللي موجود معايا، واطرح منه لان انا شغال كومبريشن البي التيميت على الاف يلد على الجاما اس. طيب يا شباب لو انا شغال تنشن قطاع عليه ام التيميت وتنشن، كنت بروح اقول ان السمول اكسنتريك طبعا هو عباره عن الاي على التي اقل من النص، برضه كنت بروح اجيب الدي وبروح اجيب التي، وبجيب التي ليه؟ علشان اقسم الاي على التي واشوف هي اكبر من النص ولا اقل من النص. بعد كده بروح اجيب الاي اس 1 والاي اس 2 لكن قطاع عليه قوه شد علويه وقوه شد سفليه وقوه شد اللي هي التوتال اللي موجوده معايا اللي هي مجموع الاثنين. بروح اجيب الاي اس 1 وبروح اجيب الاي اس 2 ليه بقى؟ علشان اجيب التي التيميت 1. التي التيميت 1 ديت اللي هي بتساوي التي التيميت في الاي اس 2 على الاي اس 1 زائد الاي اس 2 تاني التي التيميت معاها اي اس 2. جبت التي التيميت راح اصمم القوه اللي موجوده معايا ديت قوه عاديه عباره عن الاريا ستيل الفورس بتساوي القوه على الاجهاد بتاعي. طيب بعد كده بروح اجيب التي التيميت 2 اللي عباره عن التي التيميت الكليه في الاريا ستيل 1، تي التيميت 2 اريا ستيل 1 اي اس 1 معلش اي اس 1 على اي اس 1 زائد الاي اس 2. بعد كده بروح اجيب الاريا ستيل 2 اللي عباره عن التي التيميت 2 اللي انا جبتها على اف يلد على الجاما اس. طيب بالنسبه للبيج اكسنتريك بقول ان الاي على التي ممكن تكون اكبر من النص، هي اكبر من النص. بعد كده بقول اني بجيب الاي اس نفس الكلام زي ما جبت في الكومبريشن، بس هنا ده موجب لان انا شغال تنشن. وبعد كده يا شباب راح اجيب الام اس اللي هي عباره عن الاي اس في التي التيميت، بعد كده بروح اجيب الدي اللي هي عباره عن السي 1 في جذر الام اس على اف سي يو في البي. اخيرا بروح اجيب الاريا ستيل اللي هي عباره عن قيمه المومنت، بس هجمع عليها التسليح اللي هيجي لي نتيجه القوه الشد معايا. طيب في الخزانات، في الخزانات احنا نتعرض على قطاعات عليها تنشن. طب هل هي بيج سمول ولا اكسنتريك ولا سمول بيج اكسنتريك ولا سمول اكسنتريك؟ زي ما هنشوف، بس بنسبه كبيره القطاعات بتاعتنا بتطلع في حدود بيج اكسنتريك زي ما هنشوف مع بعض ان شاء الله. طيب مراجعة بسيطة كده على المومنت ديستريبيوشن، مراجعة بسيطة على المومنت ديستريبيوشن وانت هتعرفوا فايدة الكلام اللي احنا بنقوله ده ايه خلاص فيما بعد. طيب المومنت ديستريبيوشن لو انا افترض ان انا عندي كاميرا
بسيطة موجودة بالشكل ده، عبارة عن الزبان الأولاني اللي هو 6، الزبان الثاني اللي هو 4 اللي هو كام؟ 8. الزبان الأولاني على حمل مقداره 2 طن على المتر، والزبان الثاني عليه قوة أو حمل مركز في منتصفه اللي مقداره 16 طن. تمام، بعمل إيه علشان أحل الطريقة دي بالمومنت ديستريبيوشن؟ أول حاجة يا شباب، أول حاجة يا شباب خالص، الكاميرا بتاعتنا ديت عبارة عن فيكسد وديت مثلا هنجد وديت فيكسد. أول حاجة خالص بجيب، راح أجيب الفيكسد إند مومنت. يعني إيه راح أجيب الفيكسد إند مومنت؟ يعني إن أنا بمسك الكاميرا بتاعتي ديت وبمسك كل زبان أقطعه لوحده. فالكاميرا الزبان الأولاني فأكنه فيكسد، وده علشان قطعت فيه فبيظهر معايا فيكسد فيكسد فيكسد. طيب الحمل اللي موجود معايا هو مقداره 2 طن على المتر، يبقى الفيكسد اند مومنت للكاميرا الفيكسد فيكسد ده، وحمل موزع دبليو ال تربيع على ال 12. راجع بقى الحاجات دي وفي نفسك دبليو ال تربيع على ال 12 قيمه الدبليو بكام؟ ب 2، ال ال ب 6، يبقى 2 في 6 تربيع على ال 12، الكلام ده هيطلع معاك ب 6، ده هيطلع معاك ب 6. نتفق مع بعض ان انا مع عقارب الساعه، مع عقارب الساعه كام؟ 6، وعكس عقارب الساعه سالب 6، يعني كقاعده الاشارات عكس عقارب الساعه سالب ومع عقارب الساعه ايه؟ موجب. طيب كويس، بالنسبه للزبان الثاني هو عباره عن زبان فيكسد فيكسد وعليه حمل مركز في منتصفه 16. كنت بجيب الفيكسد مومنت ازاي؟ اللي هو بيقل على كام؟ بيقل على 8. كويس، طيب بعد كده بروح اجيب الاستيفنس اللي هو الكي. الاستيفنس هو عباره عن انرشيا على الزبان. بالنسبه للاولاني الانرشيا بتاعته كام؟ اللي هي عباره عن الاي اي على الزبان اللي هو كام؟ 6. طب بالنسبه للزبان الثاني الانرشيا بتاعته اللي هي 2 اي اي على الزبان كلي اللي هو عباره عن 8. الاثنين هتروح مع 8، يبقى اتفضل معايا اي اي على الاربعه. بعد كده بروح اجيب الديستريبيوشن فاكتور. الديستريبيوشن فاكتور ده يا شباب اللي هو عباره عن قيمه الكي الاستيفنس اللي انا جبته على مجموع ديستريبيوشن فاكتور عند النقطه اللي انا هدرسها. انا هنا الديستريبيوشن فاكتور عند النقطه اللي تحت بتساوي صفر، لان اي عزم عند النقطه دي طبعا عند السبورت ده السبورت اللي هيشيله، واي عزم عند السبورت سي السبورت سي اللي هيشيله، واي عزم عند النقطه بي هيتوزع ما بي. وطبعا يعني لو انا شغال بالفيكسد اند مومنت قلنا عندي ده 6 وده 16، يعني في فرق ما بين المومنت مثلا 10. فالفرق ده اللي انا بعمل له حاجه اسمها البالانس مومنت، ان انا بشوف على حسب الممبر ده هو جسر فيشيل بنسبه ديستريبيوشن فاكتور، والممبر ده مثلا ضعيف شويه فيشيل بنسبه ديستريبيوشن فاكتور اقل. فبعمل ايه؟ فبروح اجيب الديستريبيوشن فاكتور عند النقطه اللي انا هعمل عندها الايه؟ البالانس مومنت. فبقول ان الديستريبيوشن فاكتور للبي اي اللي هو عباره عن الكي بي اي اللي انا جبتها اللي هي كانت سوتس على سميشن الكي للزبان الاولاني والزبان الثاني اللي متصل عند النقطه اللي انا شغال عندها. طيب اللي هي عباره عن الكي اي بي اي زائد الكي اي بي اللي هي عباره عن سوتس على سوتس زائد كام وربع تديني كام؟ بوينت 4. واجيب الديستريبيوشن فاكتور للشباب للبي سي، يعني اجيب الديستريبيوشن فاكتور للشباب للبي سي اللي هي عباره عن كام؟ هتبقى برضه نفس الكلام للبي سي اللي هو عباره عن الكي بي سي على الكي بي اي زائد الكي بي سي اللي هو لو انت دي جبت بوينت 4 اطرحها من واحد هتديك بوينت 6، لان لازم المجموع الاثنين ده يديني كام؟ بوينت 6. بعد كده بروح يا شباب بعمل ايه؟ بجيب برسم الجدول اللي موجود معايا زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده بشوف انا عندي كام جوينت او كام جوينت، عندي جوينت A وجوينت B وجوينت C، بعد كده بحط المنبر بالترتيب A B. طب انا دلوقتي عندي الجوينت B متصل بها منبرين بالترتيب برضو B A و B C. النقطة عندي نقطة B لازم ابتدي بيها B A، وابتدي بيها برضو هنا B C. خلاص، طيب النقطة C اللي عبارة عن المنبر المتصل بيها CP. بعد كده بحط الديستريبيوشن فاكتور يا شباب، هنا طبعا بصفر وهنا حطينا بوينت 4 وهنا حطينا بوينت 6 وهنا كنت بكام؟ صفر. الفيكسد اند مومنت هنا بكام؟ سالب 6. هنا بكام؟ 6. هنا بكام؟ بسالب 16. هنا بكام؟ 16. يبقى القيم اللي انا جبتها فوق بوظفها معايا موجوده في الجدول. بعد كده بروح اجيب حاجه اسمها البالانسد مومنت، ان انا بشوف عند النقطه تحت ديت ان انا بجمع قيمه الحملين اللي هو 6 وسالب
16 بتديني 10 سالب 10، بغير اشارتها تبقى ب10، اضربها في قيمه الديستريبيوشن فاكتور ده فتديني 4، اضربها في قيمه الديستريبيوشن فاكتور ده فتديني 6. بعد كده بعمل ايه؟ كاري اوفر مومنت، ده بياخد نص المنبر ده وده صفر، هو قيمه صفر، السته نصها 3 وده الصفر هينزل زي ما هو. تمام. بعد كده السمشن، مجموع العزوم عند النقطه ديت سالب 6 و2 تديني سالب 4، هنا 6 و4 10، سالب 16 و6 سالب 10، ال 16 و3 معايا كام؟ 19. تمام يا شباب. تمام يا شباب، انا اصبح الكاميرا بتاعتي موجوده معايا حاجه بالشكل ده، وده عباره عن قيمه الفيكسد اللي موجود معايا، وده عباره عن ده الهنجد، وده عبارة برضو موجود معايا ده اللي هو عبارة عن الفيكس. طيب احنا قلنا السالب المومنت اللي موجود معايا ده هو مع عكس قارب الساعة، عكس قارب الساعة، يبقى يطلع معايا فوق ده قيمته كام؟ طلع معايا بسالب 4 اهو، خلاص. طيب العشرة المنبر ده اللي هو بي اي، اللي هو بي اي المومنت عنده بكام؟ ب10، يعني مع عقارب الساعة، هطلع هنا المومنت اللي موجود معايا مقداره كام؟ مقداره 10. طيب ال عند الجوينت سي البي السي بي كان بكام؟ ب19، موجب ولا عكس عقارب الساعة؟ يبقى لا ده موجب، يبقى المنبر ده موجود معايا مع عقارب الساعة، يبقى شكله موجود معايا كده، يبقى اطلع بقيمه المومنت اللي موجود معايا اللي هو بكام؟ ب19. طب هنا اعمل ايه؟ اوصل ده بده كده خلاص، وانزل قيمه الحمل اللي هو مقداره بي في ال على الاربعه، واجي موصل ايه العزم اللي موجود معايا. نفس الكلام اوصل ده بده كده، وانزل قيمه دبليو ال تربيع على 8، وارسم قيمه المومنت اللي موجود معايا. تمام يا شباب. تمام يا شباب، بعد كده حاجة اللي هي الستيبس اوف ديزاين، خطوات الحل اللي احنا نشتغل بيها في التنكات. طيب أول حاجة إن شاء الله نتعرض مع بعض على الكونكريت دايمنشن، أي خطوة إن أنا عايز أحل أي حاجة ببتدي بالكونكريت دايمنشن، بعد كده اللودز اللودنج الأحمال، بعد كده أشوف الاستاتيكال سيستم ده بتاعي معايا نظامه إيه زي ما هنشوف برضه مع بعض، بعد كده برسم البيندنج مومنت والنورمال فورس موجودة معايا اللي هي بتبقى عبارة عن التنشن، بعد كده الديزاين اوف سيكشن بصمم السكاشن، وطبعا برسم البيندنج مومنت والكلام من ده، وفي الاخر خالص برسم الايه الدرو ديتيلز التفاصيل بتاع التسليح بتاعتنا يا شباب. طيب اول حاجه الكونكريت دايمنشن الابعاد بتاعتنا، هنشتغل مثلا بالابعاد بتاعتنا دلوقتي اللي انا هفرضها لك او الدكتور فرضها واحنا نثبتها مع بعض، هي موجوده قدامك بالسنتي. طيب انا الدكتور قال لك انا التانك بتاعي بيبقى عباره عن مجموعه من ايه؟ مجموعه من الخرسانات اللي هي عباره عن ارضيات وعبارة عن حوائط، ممكن يكون معايا طاي، ممكن يكون معايا عمود. طيب فقال لك الوول بتاعت ديت، الوول الحيطة بتاعت ديت هناخد التي اس بتاعتها بكام؟ من 25 ل 30. طب بالنسبة للفلور يا هندسة، الفلور هناخده من لو هو على حسب هو الايفيتي تانك هناخده من 25 ل 30 سنتي. طب لو هو جراوند تانك قال لك مينيمم ممكن ناخده 40 سنتي. طبعا الجراوند تانك هنشتغل عليه بس بعدين. طيب لو شغال طاي، لو عندي طاي، لو عندي الخزان بتاعي ده فيه طاي، فناخد الابعاد بتاعه كام؟ 30 في 30. طب لو شغال كولم 30 في 30. طب لو الهوريزونتال بيم، الهوريزونتال بيم يا شباب اللي هي موجوده قدامك ديت، الهوريزونتال بيم اللي هي موجوده قدامك دي، فالبي بتاعت الهوريزونتال، الهوريزونتال بيم ديت هي موجوده معاك زي ما انت مثلا شايف بالشكل ده اهو، ده الهوريزونتال بيم خلاص. الهوريزونتال بيم ديت هي عباره عن كاميرا هي مكمله معاك موجوده بالشكل كده معاك في الخزان خلاص، دي الهوريزونتال بيم، وانا بفترض مثلا ده الخزان بتاعي اهو، ده الوول وده الارضيه. الهوريزونتال بيم ديت قال لك عرضها، العرض بتاع الهوريزونتال بيم ده او الطول بتاع الهوريزونتال بيم ده التي هناخدها مثلا بتساوي 3 البي. طب والعرض ده هناخد قيمته بتساوي كام؟ قال لك البي ده هناخده بتساوي قيمته بتساوي البي وول اللي هي بكام؟ من 25 لكام؟ من 25 ل 30. تمام يا شباب. طيب بعد كده الاحمال، قلنا الاحمال اللي موجوده معانا هي ممكن تكون احمال موجوده على الفلور او احمال موجوده معانا على الوول. طيب والله لو الاحمال بتاعتي موجوده معايا على الفلور هشوف الفلور بتاعي، هل هو الفلور بتاعي ده 1 واي او فلور 2 واي؟ طيب لو انا شغال الفلور بتاعي 1 واي
بشوف ان ال لونج على ال شورت اكبر من ال بتساوي الاثنين. طب لو تو واي بشوف ال لونج على ال شورت تحت بتطلع اقل من الاثنين. ال وان واي الحمل في اتجاه واحد، ال تو واي احمل في اتجاهين. دي مراجعه بسيطه. طب احنا في الوان واي او الارضيه بتاعت ديت هي شايله ايه؟ قال لك الارضيه بتاعتك هي عباره عن شايله نفسها، اللي هي عباره عن الجاما كونكريت في التي فلور، وشايله الجاما ووتر في الايه؟ شايله الجاما ووتر في الاتش، شايله الجاما ووتر في الاتش. ده انا شغال وان واي، الحمل راح في اتجاه واحد. طيب لو الحمل راح في اتجاهين، ان انا بقول ان الدبل فلور بتاعتي عباره عن التي فلور في الجاما كونكريت، ده شايل وزنها زي الجاما ووتر في الاتش، شايل ميه فوقيها، ارتفاع الميه، حسب ان الاتش ده ووتر وارتفاع الميه. في الالفا او البيتا، في الالفا او البيتا، بالالفا والبيتا ديت عباره عن ايه؟ اول حاجه بروح اجيب الار اللي عباره عن ال لونج على ال شورت، وبعد كده بخش على جدول جراشوف. انا هنشوف برضو وموجود فين وهنشتغل بيه مع بعض. بس خليك عارف ان البيتا ديت في اتجاه الطويل والالفا ديت في اتجاه القصير، فبضرب قيمه الفلور دبل فلور ديت في اتجاه الالفا او البيتا، سواء انا شغال في اتجاه الطويل او شغال في اتجاه القصير زي ما هنشوف مع بعض. طيب يا شباب، بالنسبه للولز الاحمال، انت لو مسكت الصفحه ديت فهمتها كويس وقدرت ان انت ترسمها في دماغك، ان شاء الله يعتبر 60% من التنكات خلصت. طيب الول، الول بتاعي ديت انا ممكن اصنف الول بتاعتي على از ان هي كديب بين، الول بتاعتي كديب وول او كشال وول او كميديم وول. كديب وول الحيطه بتاعتي كديب وول، بشوف ان الاتش على ال واحد، بشوف معايا يا شباب ان الاتش على ال واحد بتكون اكبر من بتكون اكبر من الاثنين. يبقى زي ما اتفقنا هنا مع بعض ان الاتش على ال واحد هنا بتكون كام؟ اكبر من الاثنين. طب لو انا شغال شالو بقسم الاتش على ال واحد والاتش على ال اثنين، طب هي ايه ال واحد وال اثنين؟ ال واحد ده يا شباب، ال واحد ده اللي هو اللي هي الفلور بتاعت اللي موجوده معايا، سواء الطول الكبير او الطول الصغير. طب الاتش ده اللي هو ارتفاع الخزان، اللي هو الدكتور هي ان شاء الله هيجيبه لك مساوي لارتفاع الميه، او لو اختلفت احنا نشوفه مع بعض. طيب لو يبقى في الشالو الاتش على ال واحد والاتش على ال اتنين اقل من النص، طب الميديوم الاتش على ال واحد والاتش على ال اتنين اكبر من او يساوي، خلي بالك عشان يساوي موجود هنا معانا في الميديوم، نص، واقل من او يساوي الاتنين موجوده معانا برضو في الميديوم. يعني لو التانك بتاع الاتش على ال واحد ساوت النص يبقى ميديوم، ميديم وول طبعا. لو الاتش على ال الاتش على ال تساوت الاثنين برضو يبقى الخزان بتاعي موجود معايا كام؟ ميديم. طيب انا في الوول ديت انا عايز اعرف ثلاث حاجات. اول حاجه انا عايز ارسم اللود ديستريبيوشن، عايز ارسم اللود ديستريبيوشن لكل من الديب وكل من الشالو وكل من الميديم، وعايز ارسم الفيرتيكال لكل منهم، وعايز ارسم الهوريزونتال ستريب لكل منهم. طيب انا الخزان موجود معايا بالشكل كده يا شباب زي ما انتم شايفين، موجود معايا ميه. قال لك لو انت شغال الخزان بتاعك ده شالو، الديستريبيوشن لود يعني الحمل الميه موجود معايا، اللي هو الحمل الميه هيروح موجود معايا فين؟ في قال لك في اتجاه الراس كله. طب الشالو انا يا شباب مثلا بيبقى شكل الخزان موجود معايا حاجه بالشكل كده، ده شكل الحيطه بتاعت الخزان. ده الارضيه بتاعتك اهي زي ما احنا اتفقنا، ده الارضيه بتاعتك اهي، ده الارضيه بتاعتك، وديت عبارة عن الحيطة. فقال لك إن الحمل بتاعك كله رايح فين؟ رايح في اتجاه الرأسي لأن هو اتجاه قصير، فبيبقى معايا شكل المية تديني حمل مثلث، بيبقى موجود معايا حاجة موجودة معايا بالشكل كده، مثلث كله رايح فين؟ رايح للحيطة. الارتفاع الحيطة كام؟ اتش. يبقى المية الأقصى توزيع للحمل موجود عند القاع اللي هو قيمته كام؟ الجاما ووتر في الاتش. طب لو أنا شغال ديب، قال لك لو انت شغال ديب يا باشمهندس، قال لك في جزء بيروح، قال لك في جزء عندك بيروح للحيطه وفي جزء عندك بيروح للفلور، معلش جزء بيروح للحيطه وجزء بيروح للايه؟ للشريحه الافقيه. قال لك الجزء اللي بيروح للفيرتيكال هو عباره عن مثلث صغير، مثلث صغير زي ما انت هتشوف في شريحه الفيرتيكال اللي مرسومه قدامك ديت. طب قيمه الحمل ده موجوده معايا كام؟ اللي هو عباره عن جاما ووتر في الاتش. وبعد كده قال لك في انا عندي لما اخد شريحه افقيه موجوده معايا بالشكل كده، شريحه افقيه موجوده معايا بالشكل كده، الحمل اللي هيروح عليها اقصى حمل على ارتفاع اتش على الاربعه، يعني من فوق 75، يعني قيمه الحمل ده قيمته كام؟ 75 الجاما ووتر في الاتش. تمام.
تمام يا شباب. طب بالنسبة للميديوم، الميديوم ده بيبقى هو عبارة عن نفس الديب، بس هزود معايا مثلث تاني في الفيرتيكال. يبقى الميديوم نوع عبارة، بيبقى عندي مثلث كبير رايح للفيرتيكال، وعندي مثلث تاني صغير رايح للفيرتيكال، وعندي مثلث أو عندي عبارة عن حمل أفقي رايح معايا للأفقي، قيمته مقدار 75 الجاما ووتر في الاتش. طيب رسم شريحة الفيرتيكال، لو أنا شغال في الديب يا باشمهندس، رسم شريحة الفيرتيكال إن أنا برسم الشريحة، باخد شريحة مثلا موجود معايا في الاتجاه ده، أدي شريحة أهيت، وبعد كده بمشي في الفلور، وبعد كده باجي طالع في الوول. طيب الشريحة ديت الفلور ده عليها حمل اللي هو دبل فلور. طيب الوول، أنا الوول ديت عليها حمل اللي هو قيمته كام؟ قلنا اللي هو الحمل الفيرتيكال اللي رايح معايا اللي هو قيمته جاما ووتر في الاتش، عبارة عن مثلث صغير ارتفاعه اتش على الأربعة، اتش أعلى الأربعة. طيب الشريحة الأفقية، الشريحة الأفقية رايح ليها اللي هو المثلث ده، خلاص. طيب أقصى قيمة حمل موجودة على بعد كام؟ عبارة عن اتش على الأربعة، يبقى من فوق كام؟ 75. يبقى الحمل اللي موجود معايا 75 الجاما ووتر في الاتش. يعني انا نفترض المثلث ده، نفترض ان الميه موجوده معايا مثلا في حدود المثلث ده، الارتفاع ده كام؟ 75. يبقى ده 75 الجاما ووتر في الاتش، خلاص. زي ما احنا هنا قلنا ده الارتفاع ده كام؟ اتش. يبقى القاعده دي كام؟ الجاما ووتر في الاتش. هنا انا بقول لك ان الارتفاع ده 75 الارتفاع، يبقى القاعده دي تحت 75 الجاما ووتر في الاتش. فده الحمل اللي بيروح معايا للشريحة الأفقية، هذه الشريحة الأفقية موجود معايا وعليها حمل موزع قيمته 75 الجاما ووتر في الاتش زي ما هنشوف في الأمثلة. بالنسبة للشالو، شريحة الفيرتيكال موجودة معايا برضه نفس الكلام، إن أنا هاخد الشريحة موجودة معايا كده، ده في الوول، وبعد كده همشي في الفلور، وبعد كده هاجي طالع في الوول، دي الشريحة اللي موجودة معايا شالو. طيب الحمل أحط هنا المثلث اللي موجود معايا، وأحط هنا المثلث اللي موجود معايا. يبقى انا كده رسمت ايه؟ الشريحه بتاعت الفيرتيكال. طب قيمه المثلث ده كام؟ هو عباره عن جاما ووتر في الاتش، وده جاما ووتر في الاتش. طب هنا انا عندي فيه حمل فلور هنا، عندي حمل فلور هنا اللي هو الدبل فلور، اللي احنا زي ما قلنا يا ليا 1 واي او 2 واي. طب بالنسبه للميديم يا شباب، الاتش على ال1 واتش على ال2، يعني قلنا زي ما اتفقنا اكبر من النص واقل من الاثنين. طيب لما اخد برضو الشريحه اللي موجود معايا في الوول، او شريحه راسيه اللي هي الفيرتيكال، بيبقى عباره عن موجود معايا ايه؟ قال لك الفيرتيكال بيبقى عباره عن معاك مثلث كبير وفي مثلث صغير، نفس الكلام برضو هنا، في مثلث موجود معاك كبير وفي مثلث موجود معاك صغير، وهنا يا باشمهندس موجود معاك حمل الميه اهو، ده في مثلث كبير ومثلث صغير، مثلث في مثلث هياخد الفا ومثلث هياخد بيتا. ليه بقى؟ لان انا الحيطه مثلا دي يا باشمهندس هي حيطه الحمل رايح في الاتجاهين، ففي اتجاه هياخد الفا وفي اتجاه هياخد بيتا. الاتجاه اللي هياخد الالفا هنعرفه برضو مع بعض، زي احنا عارفين الاتجاه القصير بياخد الفا والبيتا، فالاتجاه اللي هياخد الطويل، تمام. والشريحه الافقيه مش مهندس برضو، انا عندي الشريحه الافقيه اللي موجود معايا بالشكل ده، اللي هي الحمل اللي رايح ليها اللي هو عباره عن 75 الجاما ووتر في الاتش، اللي هو اقصى حمل موجود معايا على الشريحه دي، تمام يا باشمهندس؟ تمام يا باشمهندس. يبقى كده مراجعة سريعة، أنا عندي الخزان بتاعي إما بيكون ديب أو بيكون شالو أو بيكون ميديوم. الديب عبارة عن اتش على ال والاتش على ال1 واتش على ال2 أكبر من النص، والاتش على ال1 واتش على ال2 أقل من النص لو أنا شغال شالو. الميديوم هو ما بين الاتنين، اللي هو لا أكبر من أو يساوي النص وأقل من أو يساوي الاتنين. طيب انا عايز ده شكل الخزان بتاعك، ده ميديوم يعني تحس ان هو قريب من بعضه، الشالو الارتفاع بيكون قليل شويه، خزان الشالو اللي هو الخزان بيبقى المايه فيه مثلا بيبقى ارتفاعها قليل، الديب او الخزان العميق او الحيطه تحت العميقه بيبقى موجود معايا الاتش كبير بالنسبه لل1 وال2. طيب انا عايز ارسم الديستريبيوشن اللود لكل واحده منهم، للشالو عباره عن مثلث واحد، للديب عباره عن مثلث صغير لحن الفيرتيكال، والهوريزونتال مقداره 75 جيجا موتر في الاتش. طيب بالنسبه للميديوم انا عندي مثلثين رايحين للفيرتيكال وقيمه 75 جيجا موتر في الاتش رايحه للايه؟ للهوريزونتال. دي شريحه الفيرتيكال للميديوم زي ما قلنا، ودي شريحه الفيرتيكال للشالو، ودي شريحه الفيرتيكال للديب، ودي الشريحة الأفقية للديب. طب الشالو، الشالو ما أنا ما فيش شريحة أفقية يا باشمهندس، لأن الحمل كله اللي رايح معايا هو رايح للشريحة الرأسية. طيب بعد كده الميديوم في عندي برضه الشريحة اللي موجودة 75 جيجا في الاتش. طيب يا شباب، المثال أول مثال معايا هنشرح
مثال على الديب وول، عبارة عن تانك بس الحيطة بتاعتي تشتغل كديب وول. طيب بقول لك فور ذا شاون فيجر، للشكل اللي انت شايفه قدامك ده هو عبارة عن خزان. خلاص الخزان بتاعي ده لما ابص في البلان هو عبارة عن 1.5 × 1.5. خلاص طب الارتفاع اللي طالع معايا ده ارتفاعه كام؟ ارتفاع الخزان اللي طالع معايا ده ارتفاعه كام؟ قالك الارتفاع اللي طالع معاك ده هو ارتفاعه 8 متر. خلاص ده الخزان بتاعي. طيب أول حاجة خطوات الحل رقم واحد، بسم الله الرحمن الرحيم، أول حاجة بجيب حاجة اسمها تايب اوف تانك علشان نشوف التانك اللي أنا شغال عليه ده نوعه إيه. أول حاجة بشوف بقسم الـ H على L1 اللي هي الـ8 اللي موجودة معايا على الـ1.5، أو الـ H على الـ2، إحنا قلنا ده 1.5 وده 1.5، فبقسم الـ H على الـ1 وـ H على الـ2، قال الـ8 على الـ1.5 طلعت كام؟ 5.33، أكبر من الكام؟ من الـ2، يبقى الخزان ده بتاعي إيه؟ ديب، مش هنسميها تانك بقى عشان هنسميها حاجه اسمها ديب وول، هنسميها حاجه اسمها ديب ايه وول. يبقى الخزان بتاعي ده سلوكه ان الحيطه بتاعته شغاله كديب وول. طيب بعد كده او تاني حاجه مش منسين الخطوه بتاع الدايمنشن، الدكتور لو الدكتور قال لك ثبت لك ان مثلا انا استخدم لي تخنت الحيطه ب 25 مثلا وتخنت الفلور ب 30 مثلا اشتغل عليها. طب لو ما قالش هو اعطيني حدود ان انا هشتغل فيها فروض يعني، فانا هنا افترضت ان الرول بتاعتي 25 سنتي والفلور بتاعتي برضه 25 سنتي. طيب في المثال ده ارتفاع الميه طبعا مساوي لارتفاع الخزان، يبقى ارتفاع الميه مساوي لارتفاع الخزان. هل ممكن يكون ارتفاع الميه هنا؟ اه ممكن. هل ممكن مثلا يكون ارتفاع الميه هنا؟ اه. يبقى في عندي حاجه اسمها اتش ميه واتش وول، ده الحاجات ديت هنشرحها ان شاء الله في السكشن الجاي. خلينا هنا ان ارتفاع الميه بيساوي ارتفاع الخزان. بعد كده يا باشمهندس انا راح اجيب اللودز الحمل، اتفقنا ان انا عايز عشان اجيب الحمل راح اجيب الحمل، اجيب مثلا للفلور واجيب الحمل للوول. طيب الحمل للوول اللي موجود معايا احنا قلنا ان ارتفاع ان الحته ديت عليها عباره عن الجاما ووتر في الاتش اللي هو 1 في 8. طيب الجاما ووتر ديت هي بتساوي حاجتين، يا اما بتساوي 1 طن على المتر المربع او بتساوي كام؟ 10 كيلو نيوتن. 10 كيلو نيوتن، فاحنا هنشتغل معلش وحدتنا بالكيلو نيوتن، يبقى لكن 10 في 8 بكام؟ ب 80، 80 ايه؟ كيلو نيوتن على المتر او ب 8 طن على المتر، بس احنا خلينا شغالين وحدتنا نثبتها بالكيلو نيوتن على المتر. طيب بعد كده الفلور، الفلور بتاعتي يا باشمهندس احنا اتفقنا ان الارضيه بتاعتنا هي موجوده معايا هتشتغل كتو واي، احنا قلنا الفلور بتاعتي بنقسمها 1 واي تو واي. طيب الفلور بتاعتي تو واي ليه؟ لان انا ساعه ما قسمت الار الار الواحد ونص على الواحد ونص طلعت بواحد، واحد ديت ايه؟ اقل من الاثنين، يبقى الحته اللي بقى الفلور دي بتاعت ايه؟ تو واي. بروح اجيب الالفا والبيتا، الالفا اللي هي بتساوي ار اس 4 على 1 زائد ار اس 4 والبيتا بتساوي 1 ناقص الالفا. طيب لا هو هنشتغل على الشارت جراشوف، فبروح اجيب ان الالفا بتساوي البيتا بتساوي كام؟ بتساوي نص. طيب الدبل فلور بتاعتي دي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الجاما كونكريت في التي فلور شايله نفسها وشايله ميه، جاما ووتر في الاتش في الالفا او البيتا. الالفا او في البيتا يا باشمهندسين ان انا بقسم بشوف الحمل رايح معايا في الاتجاهين. طيب الجاما كونكريت بكام؟ ب 2.5 طن، او احنا بنشتغل مثلا ب 25 كيلو نيوتن في كام؟ بوينت 2.5 اللي هي التي فلور. الجاما ووتر في الاتش، الجاما ووتر بكام؟ قلنا ممكن تبقى مثلا موجوده معاك بجاما ووتر لو انت شغال بالطن هتبقى ب 1 في 8، الكلام ده هضربه في كام؟ في نص. انا شغال في الالفا والبيتا، الالفا هنا والبيتا بتساوي كام؟ بتساوي بعض، يبقى هنا الدبليو فلور بتاعتي تطلع معايا كام؟ 4.3 طن على المتر او بتساوي 43 كيلو نيوتن على المتر لو انا اشتغل بالكيلو نيوتن متر، لو انا اشتغل بالكيلو نيوتن ايه؟ متر. طيب يا باشمهندس بعد كده بروح ارسم الشريحه اللي موجوده معايا، الشريحه اللي موجوده معايا انا عندي شريحتين، في شريحه فيرتيكال وفي شريحه هوريزونتال. الشريحه الفيرتيكال زي ما اتفقنا مع بعض ان هي بتنقسم لقسمين، اول حاجه فيها حمل رايح للفيرتيكال اللي هو على عباره عن المثلث الصغير ده وارتفاعه اتش على الاربعه، والقاعده بتاعته اللي هي الجام ووتر في الاتش اللي هي ال 80. تمام. طيب الحمل الهوريزونتال على ارتفاع اتش على الاربعه يعني من فوق 75% من الاتش، فالقاعده دي تحت تبقى بكام؟ 75 الجاما ووتر في الاتش اللي هي 75 الجاما ووتر في الاتش، الجاما ووتر بتاعتي بواحد بواحد طن او ب 10 كيلو نيوتن في المتر، يبقى بتطلع ب 6 طن على المتر او 60 كيلو نيوتن على المتر.
خلاص. الشريحه الفيرتيكال هي شريحه موجوده معايا بالشكل كده اللي في الخزان، شريحه موجوده بشكل خزان، ده علشان الطوبين او الهوريزونتال بيم اللي هو السبورتات اللي موجوده معايا فوق ده خلاص. وبرده المفروض بيبقى في معاك سبورت، السبورت اللي موجود معاك هنا تحت ده يا باشمهندس ده انديكيشن ان انت موجود معاك مثلا هنا في ايه، في عمود هنا ولا حاجه، ده هنا في مثلا سبورت، وهنا مثلا في ايه، في سبورت. طيب الدبلو فلور الحمل اللي موجود معايا كام؟ انا جبته اللي هو 4.3 طن على المتر او 43 كيلو نيوتن على المتر. طيب انا بجيب لحد الاحمال هنا وما بكملش، لان انت هنا خدت توزيع الاحمال فقط. بعد كده ان شاء الله مع بعض هنشرح ازاي تجيب المومنت وازاي ترسم ان شاء الله تعالى. طيب يا شباب تاني مثال معانا، انا هديك مثال على الشالو وول. عندي الفيتد تانك 5 × 5 × 2 اللي هو عباره عن ال واحد في ال 2 × 2 اهو، الخزان موجود معايا ده بعده 5 × 5 وارتفاعه كام؟ 2. ده قيمة الـ FCU والـ FS والـ K1 والـ K2، سيبك من الحاجات ديت هتعرفها بعدين، بس أنا كاتب المثال كامل عشان نكمل عليه. بعد كده أول حاجة قلنا زي ما إحنا اتفقنا عليها إن أنا أجيب أول حاجة تايب أوف وول، نوع الحتة بتاعتي هل إيه؟ هقول إن الـ H على الـ L1 والـ H على الـ L2، الـ H اللي موجود معايا كام؟ ب2، طب الـ L1 بكام؟ ب5، طب الـ L2 بكام؟ ب5، يبقى الـ H 2 على 5 تديني بوينت 4 اقل من النص، يبقى الحته دي تحت ايه؟ شالو. تاني حاجه بروح اجيب الكونكريت دايمنشن. انا المره اللي فاتت فرضت لك ان التي وول بيساوي تي فلور، لا هنا انا هختلف بقى، هقول لك ان التي وول مثلا ب 25 والتي فلور ب 30، طب هل انت بتفرضها يا باشمهندس؟ اه المفروض في حدود ال 70. طب هل يا باشمهندس الدكتور ممكن يديها لي؟ اه ممكن الدكتور يديها لك، وفي الحاله ديت ما ينفعش انك تفرض. بعد كده الفلور الاحمال، اول حاجه اجيب الحمل على الفلور وبعد كده اجيب الحمل على الوول. طيب الحمل على الفلور، قال الفلور بتاعي موجود هنا، الفلور بتاع ده هو عباره عن تو واي، يعني حمل رايح في الاتجاهين خلاص. الفلور بتاعي اللي هو عباره عن كام؟ 5 × 5. هقول ان الار بتساوي ال ال لونج على ال ال شورت، يبقى الالفا بتاعتي بتساوي كام؟ بتساوي برضه بوينت نص من جرا. شوف بعد كده راح اجيب الدبل فلور اللي هو عباره عن جاما ووتر، الاتش زي الجاما كونكريت في التو فلور في بوينت نص. الجاما ووتر بكام؟ بواحد لو انا شغال بالطن، او ب10 لو انا شغال بالكيلو نيوتن، يبقى 1 × 2 + 2.5 اللي هو الجاما كونكريت في التي فلور اللي هو بوينت 3 في بوينت نص، هيديني كام؟ 1 × 375 من 1000 طن على المتر، اللي هي بتساوي 13 كيلو نيوتن على المتر. تمام يا باشمهندس؟ طيب بعد كده بروح اجيب الوول، الحمل اللي موجود معايا، احنا اتفقنا ان الخزان ده بتاعي شالو، الخزان ده بتاعي موجود شالو، يبقى الحمل اللي كله رايح للشريحه الرأسيه قيمته اللي هو الجاما ووتر في الاتش، او تعرفها بطريقه ثانيه، الحته بتاعت 2 على الحته بتاعت ارتفاع 2 والارضيه بتاعت المتصله مع الحيطه كام؟ 5، يبقى 5 على 2 3.5 اكبر من 2، يبقى الحته دي شغاله 1 واي في الاتجاه الرأسي. بعد كده راح اجيب الجاما ووتر في الاتش اللي هي عباره عن 1 × 2 اللي هو 2 طن على المتر او 20 كيلو متر على المتر، زي ما اتفقنا احنا هنشتغل بالكيلو متر، بس انا كاتب لك بالاثنين عشان تعرف تحول ما بين الطن والمتر. بعد كده الشريحه الافقيه، ما فيش شريحه افقيه، والشريحه الراسيه تبقى موجوده معايا بالشكل كده، بالشكل اللي انت شايفه ده، الدبل فلور موجوده معايا، والحمل اللي موجود مع الحيطان موجوده معايا. قال لك الشريحه دي نفسها موجوده في كل الاتجاهين، الشريحه دي بتاعتك هي نفسها اللي موجوده معاك في الاتجاهين. ليه يا باشمهندس؟ لان انت لو عندك، لو الفلور بتاعتك مختلفه، يعني مثلا لو الخزان موجود معايا حاجه بالشكل كده اهو، تمام، لو الخزان موجود معايا موجود حاجه بالشكل كده، طيب والفلور بتاعتي ديت او الفلور بتاعت الارضيه دي بتاعتي مثلا، دي نفترض مثلا ان هي كانت 4 وديت كام؟ 5 وديت كام؟ 2. فلما اخد الشريحه ديت هنا انا كده مشيت في اتجاه الخمسه، صح؟ يبقى مشيت في اتجاه الخمسه وطلعت في اتجاه كام؟ وطلعت في اتجاه الاربعه، يبقى الشريحه بتاعتي اللي انا لسه راسمها دلوقت انا كده ماشي في اتجاه الخمسه، وهنا في 4 وهنا في كام؟ 4 اللي ارتفاع الحيطه. طيب لو هرسم شريحه في الاتجاه ده يا باشمهندس، يبقى طالع معايا بالشكل كده، تخيلها معايا، يبقى انا مشيت في الاتجاه الاربعه، يبقى الشريحه موجوده معايا بالشكل كده، ده الاربعه وده انا مشيت في اتجاه الاربعه معلش، وده الواحد وده الواحد،
أنا آسف، ده الواحد ارتفاع الخزان، وده الواحد اللي هو ارتفاع الخزان. يبقى الشريحة الأولانية أنا مشيت هنا في الفلور اللي هي في اتجاه، أنا مشيت هنا في الفلور في اتجاه الخمسة أهوت، وبعد كده طلعت معايا مثلا ارتفاع الخزان كان بواحد متر مثلا، ومشيت في الاتجاه التاني، مشيت في اتجاه الأربعة، وطلعت معايا في الاتجاه مع الحيطة اللي هي كام؟ واحد متر. طيب يا شباب، هنشرح برضو مثال على الميديم وول. يبقى احنا كده شرحنا مثال على كل حال. عندك خزان موجود معايا بالشكل كده، الخزان ده ارتفاعه 6 متر. لما اجي ابص في الاليفيجن الخزان شايف من جوه فاضي، شايف الخزان من جوه ايه؟ فاضي. طيب تمام، الخزان ده متشال على، مش متشال تحت على 9 أعمدة، متشال على 9 أعمدة، والدشت ده ظهر معايا كاميرات. يعني أنا لما أجي أبص من فوق هنا يا هندسة، لما أجي أبص من فوق هنا ما هشوفش الكاميرات، فتظهر معايا دشت. طيب في حالة تاني، لو أنا شفتهم ده سوليد، يبقى الخزان بتاعي متقسم لكام؟ لأربع فتحات، ودي ليها حالات تحميل ومش عارف ايه والحاجات ديت، هنتطرق ليها بعدين، هنشوف الدكتور هيديها ولا لا. طيب انا دلوقت مش معايا موضوع الاربع فتحات ده، لا، هو الخزان بتاع اللي انا ساعه ما بصيت فيه، لما قطعت كده في الخزان وشفت، لقيت ان الخزان عباره عن كله فتحه كايفنت او فينت واحده، كان فينت واحده، كان فتحه واحده. اول حاجه طبعا زي ما احنا اتفقنا، راح زي ما احنا متفقين راح اجيب الطيب اوف وول، الاتش على ال1 والاتش على ال2 يا شباب. الاتش معايا بكام؟ ب6. طب ال1 بكام؟ ب6. ده البعد ده 6 والبعد ده كام؟ 6. انا الحيطه يا باشمهندسين اللي انا بشوفها ليها ملامسه للميه، ادي ديت الحيطه اللي هي كام؟ 6. ماشيه معايا في الاتجاه ده كام؟ ماشيه برضه معايا في الاتجاه 6. وديت الحيطه ديت ماشيه معايا في الاتجاه ده كام؟ ماشيه معايا في الاتجاه ده 6. طيب انا اشوف الحيطه ديت ملامسه للميه، الجزء اللي ملامس للميه من الحيطه كام في كام؟ اللي هو عباره عن 6 في كام؟ في 6. ف هتديني بكام؟ بواحد. الواحد ده ما بين النص وما بين الاثنين، يبقى الحيطه دي تشتغل بتاعت الميديم. عشان اشوف في الكونكريت دايمنشن، افترض ان التي وول بيساوي 25 والتي فلور بيساوي 25، ده انا فرضت طالما الدكتور ما اعطانيش. بعد كده اللودس الاحمال، راح اجيب له الفلور، اقول له الفلور ده عباره عن الارضيه بتاعتي. الارضيه بتاعتي ده يا باشمهندس، مثلا الارضيه دي، الارضيه دي مشتاله على ايه؟ مشتاله على الكاميرا ديت، ومشتاله على الكاميرا ديت، ومشتاله على الحيطه ديت، ومشتاله على الحيطه دي، لان انا عندي في الخزان الحيطه هي اللي شايله الارضيه. فالحيطه كل ارضيه من الارضيات ديت هي عباره عن 3 في 3، صح ولا لا؟ طيب راح اجيب الالفا بتساوي البيتا بتساوي نص. يا باشمهندس على طول الالفا بتساوي البيتا بتساوي نص؟ لا، انا هجيب لك امثله ما فيهاش الالفا بتساوي البيتا بتساوي نص، بس هنا للتسهيل عشان في البدايه اول سيكشن. طيب بعد كده بروح اجيب الدبلو فلور اللي عباره عن جاما ووتر في الاتش زائد الجاما كونكريت في التي فلور في كام؟ في بوينت نص، اللي هي بتاعت الالفا والبيتا، لان هي الشريحه واحده في نفس الاتجاه. يعني انا لما اخد شريحه معايا ده كده في الوول، وبعد كده امشي في الفلور، وبعد كده اجي طالع في الوول، هي نفس الشريحه لو خدتها في الاتجاه الثاني، لان الارضيه بتاعتي عباره عن 6 في كام؟ في 6. يبقى الجاما ووتر بواحد طن او ب 10 كيلو نيوتن، الاتش ووتر ب6، زائد الجاما كونكريت ب 2.5، في التي فلور بكام؟ ب 25 سنتي، في بينت نص الكلام بيطلع معايا ب 31 طن على المتر، او 33 كيلو نيوتن على المتر. خلاص. طيب يا شباب، بالنسبه للول، الول بتاعتي عباره عن 6 في 6، يبقى في الحمل راح في الاتجاهين، يبقى الحيطه بتاعتي ديت 2 واي. يبقى الدبل وول بتاعتي عباره عن جاما ووتر في الاتش، دبل وول بتاعتي عباره عن جاما ووتر في الاتش، يبقى جاما ووتر بكام؟ بواحد مثلا طن او 10 كيلو نيوتن، في الاتش ووتر اللي هي ب6، يبقى 6 طن على المتر او 60 كيلو نيوتن على المتر. الحمل اللي رايح معايا في اتجاه الالفا او البيتا ده الحمل الكلي رايح للحيطه. طب في حمل رايح للشريحه الافقيه للحيطه، في حمل رايح للشريحه الراسيه للحيطه، يبقى بس الحمل رايح في نفس الاتجاهين متساوي، يبقى اضرب في الالفا او البيتا اللي هو بكام؟ بنص، يبقى 3 طن على المتر او 30 كيلو نيوتن على المتر. يبقى الحمل اللي رايح للشريحه الافقيه كله هو عباره عن 3 كيلو نيوتن على المتر، بس انا باخد 75 جرام متر في الاتش، لان هو اقصى حاجه موجوده معايا البعد الاتش على 4، يبقى 75
في الثلاثة اللي أنا جبتها باتنين ونص طن على المتر أو 22.5 كيلو نيوتن على المتر، زي ما أنت شايف الشريحة اللي موجودة معاك الشريحة الأفقية. طب بالنسبة للشريحة الفيرتيكال يا باشمهندس، بالنسبة للشريحة الفيرتيكال أنا رايح لي مثلث كبير اللي هو دبليو فيرتيكال ومثلث صغير. المثلثين هنا متساويين معايا 3 و3، لان انا خدت الحمل اللي رايح القاعده بتاع الحمل اللي رايح للفيرتيكال، ان احنا قلنا الحمل اللي رايح للفيرتيكال هو بيساوي الحمل اللي رايح للهوريزونتال، فهنا خدت كام؟ الحمل اللي رايح للفيرتيكال ب3. طب الحمل اللي رايح للشريحه الهوريزونتال، افترض ان المثلث اللي موجود معايا ده للهوريزونتال، فانا باخد الشريحه اللي موجوده برده معايا ديت، او باخد الحمل اللي موجود معايا ده وبحطه ايه للمثلث الصغير اللي هو 3، زي ما نشوف في الامثله الجايه ان شاء الله. طيب يا شباب، فرزه شاون تانك، التانك اللي موجود قدامي ده انا عايز اوزع الاحمال بتاعتي. طيب التانك ده ارتفاعه كام؟ 4.5 متر. طيب الارضيه بتاعتي كام؟ يعني الارضيه بتاعتي 6 و2 و2، يبقى كام؟ 10. الخزان ده مشتال على مجموعة من الأربع أعمدة، ومشتال على مجموعة برضو من الأربع كمرات، فأنا اضطر إن أنا هقسم الخزان بتاعي ده لمجموعة من البلاطات، فسميها سلابة 1 وسلابة 2. سلابة 1 اللي هي البلاطة اللي في النص اللي هي 6 في 6، والسلابة الخارجية اللي هي عبارة عن كام؟ البلاطة اللي هي كام؟ 2. طيب الحيطة بتاعتي اللي هي إيه بقى؟ الحيطة بتاعتي اللي هي ارتفاع 4.5 متر في الارتفاع ده كله، اللي هو كام الارتفاع ده؟ أو في الطول، معلش آسف، الطول الداخلي ده كله، اللي هو كام؟ اللي هو 10. تمام يا شباب. تمام، نبتدي نحل خطوات الحل. ان انا اول حاجه بشوف نوع الحيطه اللي موجوده معايا في الخزان ده ايه، علشان ابتدي ارسم توزيع الاحمال وابتدي ان انا احل. اول حاجه بشوف الاتش على ال1 والاتش على ال2. الاتش اللي هي 4.5 على ال اللي هي كام؟ 10، هتديني كام؟ 45 من 100. يبقى ده عرفت الخزان ده بتاعي موجود معايا ايه. الخزان اللي موجود معايا ده خزان شلل. طيب بالنسبة للكونكريت دايمنشن، أول حاجة بشوف إن التي وول والتي فلور، التي وول بتساوي التي فلور، أنا فرضتها إن هي بتساوي كام؟ 30. بالنسبة للأحمال هشتغل أحمال معايا على البلاطات وأشتغل أحمال معايا على الوول. البلاطات بتاعتي إحنا اتفقنا إن البلاطة معايا سلابة 1 وسلابة 2. البلاطة سلابة 1 ديت زي ما شفناها مع بعض، إن قلنا إن البلاطة اللي هي 6 في 6 فتشتغل تو واي، الألفا بتساوي البيتا بتساوي نص، يبقى من الآر من جراشوف جبت النص. طيب واحد ده معلش ده مش سلابة 2، ده سلابة 1. الاس 1 السلابة 1 يعني على بلاطة مشتالة في الاتجاهين، يبقى الحمل بتاعي الجاما ووتر في الاتش زائد الجاما كونكريت في التي فلور في الالفا والبيتا. ارص القانون بتاعي معايا واضرب في نص، هيطلع معايا بكام؟ ب 26.3 كيلو نيوتن على المتر. ديت سلابة 1 اللي هي البلاطة اللي موجودة معايا في اتجاه 1، هتشتغل از بلاطة وان واي سلاب اللي هو الجاما ووتر في الاتش زائد الجاما كونكريت في التي فلور بدون اي فاكتور، هتطلع معايا بكام؟ ب 52 كيلو نيوتن على المتر. تمام يا شباب، بالنسبة للوول الحيطة بتاعتي احنا قلنا ارتفاع ان الحيطة بتاعتي 4.5 متر والطول بتاعها كام؟ 10 متر. فاجيب الحمل اللي موجود معايا على الحيطة اللي هو عبارة عن الجاما ووتر في الاتش، الخزان ده بتاعنا شالو، يبقى الحمل كله راح معايا للحيطة، يبقى الجاما ووتر في الاتش، الجاما ووتر بكام؟ بواحد طن في الاتش اللي 4.5 متر، هتديني ب 4.5 طن على المتر او 45 كيلو نيوتن على المتر. طيب الحمل كله رايح للشريحه الايه؟ الرأسيه، يبقى انا هرسم الشريحه الرأسيه ومفيش هوريزونتال ستريب، نو هوريزونتال ستريب، مفيش اي شريحه افقيه. يبقى الشريحه الرأسيه عباره عن المثلث اللي موجود معايا ده. طيب الحمل اللي كان موجود معايا على الباكيال 1 واي هو عباره عن كام؟ كان 5 و25 طن على المتر، او كان 52 كيلو نيوتن على المتر. والشريحه اللي كانت 1 واي الحمل طبعا بيبقى قليل اللي هو عباره عن كام؟ 26 كيلو نيوتن على المتر او 2.63 طن على المتر. وباجي ارسم الشريحه الفيرتيكال اللي موجوده معايا بالشكل ده زي ما انتم شايفين يا شباب، والشريحه طبعا متساويه في كل من الاتجاهين. طب يا شباب ان شاء الله في الاسبوع القادم ان شاء الله هنرسم البندنج مومنت وهنرسم النورمال فورس وهنصمم السكاشن بالنسبه للاحمال اللي احنا رسمناها في الاربع امثله السابقه. وكده وصلنا لنهايه الحلقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.